بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. قبل ما نشوفوا آخر هذه الآية، نذكركم ببعض خصائص هذه السورة الكريمة. ذكر فيها مولانا مهمات بعض الأنبياء عليهم السلام، وكيف كان رد أقوام الكفار لئام، كيف كانت نهايتهم، انقرضوا بسخط من السماء، لازم يكون جيش من الملائكة يهبط عليهم صيحة كما تقريب قوم سيدنا هود عليه السلام. يعني كانوا قاعدين في لهو وذهاب عقل مع الفيسونس افمار فيسونس انصور سلون، يعني مسحورين بما أراد الشيطان ومنسين أمر الله، يوصل قمة النسيان، يأتي العذاب من عند الرحمن. هذا اللي قاعد يقع في الصورة دي، كم من مشاهد ترجعنا إلى هذه الحقيقة. وكذلك يذكر ربنا سبحانه وتعالى قوته في الخلق، وتختم هذه الصورة الكريمة بجزء من قصة سيدنا يونس عليه السلام، وفي النهاية يدعونا ربنا للتأمل حتى لعل التأمل يأتي بخير يقوم شخصيتنا ويطهرها. والسلام.